السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أنا مهندس ام اي بي ميكانيكال الكتريكال بلامينج، خريج مبتدئ ومستواي في الريفت الام اي بي جيد، هل يمكنني الولوج أو الدخول إلى مجال البيم الإنشائي؟ طيب خلينا في نقطة، أنت داخل في مجال غير مجالك، فمهما وصلت هتبقى إيه؟ هتبقى يعني موديلر، مش هتبقى مهندس إنشائي. تمام، يعني انت الافضل ان انت تركز على الجانب بتاعك، لان اصلا عدد الام اي بي او مهندسين الميكانيكا او الالكتريكال اللي بيشتغلوا في البيم قليلين مقارنه بالاركتكتشر والاستراكشر. فانا مش عارف صراحه ليه سبب ان ناس كتيره بيبقى درس في الكليه حاجه ويخش حاجه تانية. يعني لا، يعني الافضل ان انت في المجال بتاعك تتقنها، لان انت لو رحت المجال البيم الانشائي انت كده خسرت كل اللي انت خدته قبل كده، وهتبدا من الصفر وهتبدا من غير الهندسه، ولما تروح شركه اصلا السي في بتاعك هيبقى عليه علامات استفهام. لما انا الاقي مكتوب ان هو مهندس كهرباء وعايز يشتغل او خبرته انشائي، هيبقى مدير انشائي، يبقى انت ممكن كانك بتكتب السي في بتاعك من غير هندسه بتشطب عليها. فالافضل ان انت تركز في التخصص بتاعك. تمام، يعني بيكون افضل بكتير ان واحد مهندس معماري بيعمل رسم المعماري فهو فاهم كل حاجه ومش هيبقى مودلر، لا هيبقى انجينير وهيبدا يعمل حاجه كويسه وافضل من اي حد تاني. فاللخبطه دي يعني بلاش منها الا في حالات نادره. يعني انا شفت قبل كده واحد ملاش دعوه بالبيم، بقى ليها دعوه ان في مهندس انشائي لكن هو كان شاطر جدا في الانتيريو ديزاين، فاهم فكره وبيحب هو الحاجات دي وبيحب الرندر واللوكسرو والحاجات دي كلها. في واحد تاني مهندس انشائي كان بيحب الشغل الكهرباء والتوصيلات والحاجات دي كلها وعملي، مش فبينزل هو شغل مقاولات ويعمل الحاجات دي كلها. فلو الواحد في التخصص بتاعه يكون افضل بكتير.